يا مساء الفل عليكم، يجعل مساكم بجمال قلوبكم وكل واحد ولون قلبه، مساكم كله رزق وخير وسعاده وتفاؤل وامل وبركه وطاقه ايجابيه، ومحيين في كل احلامكم يا رب. اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم ساعه سعاده. ازيك يا نهاية؟ ازيك يا باهي؟ الاخبار؟ اهلا بيكم في برنامجنا ساعه سعاده وحلقه جديده، وضيفنا النهارده ضيف مميز جدا، نجم كبير من نجوم الكوره المصريه، خصوصا لنادي الزمالك اللي لسه مكمل في الملاعب وبيدي كل اللي عنده، وكمان هيحكي لنا عن مشواره في الكوره وحياته اليوميه، وكمان هنعرف منه اسرار النظام الغذائي بتاعه كلاعب محترف. خلوني ارحب معاكم بضيفنا العزيز على قلبي جدا، اللي بصراحه ولغى تصوير النهارده عشان يكون معانا، كابتن مصر الكابتن احمد جعفر. حبيبي يا دكتور باهي، طبعا سعيد ومبسوط موجود مع حضرتك ومع دكتور نورهان طبعا، وان شاء الله نقدر نعمل حلقه كويسه ونور الدنيا كلها، وبعدين نلغي كل حاجه عشانك، انت عارف انت اخ عزيز يعني بالنسبه لي. حبيبي خليك لينا، تسلم لي. نورنا. وخليني ابتدي معاك كده بسؤال بسيط، نعرف بدايتنا كلعيبه كوره، ابتدينا ازاي؟ حبينا الكوره ازاي؟ هي اولا موهبه عند ربنا سبحانه وتعالى، يعني هو طبعا كده كده في ناس بتحب الكوره بشكل كبير جدا، بس ممكن ما يكونش عندها الموهبه. طب الكوره دايما هي موهبه ربنا بيخلقنا بيها، بالطفره بتاعتها، بحلاوتها، بشغفها، بكل حاجه فيها يعني. طب زي الفنان بالظبط، يعني الفنان لما بيتولد يا دكتور باهي بيبقى مثلا عنده صوته كويس جدا، لو ما اتطورش من خلال ادائه الصوتي او الموهبه بعد كده استحاله يعني. صح. فهي في ناس كتير جدا بتحب الكوره، بس في ناس مش موهوبه. مزبوط. فانا الحمد لله كنت من الناس اللي ربنا اداها الموهبه دي من وانا صغير، وممكن اكون اتحاربت وانا صغير على فكره، يعني اتحاربت كتير من اهلك. مثلا احنا كان عندنا مثلا في فلاحين ممكن بيفضلوا التعليم شويه عن الكوره، بيفضلوا انت هتاخد ايه من الكوره، انت في مليون حاجه يعني. فالحمد لله رب العالمين، لا كنت انا عندي طموح وعندي اصرار ان انا اكمل في الكوره، بداتها من خلال نادي سيرسيليان درجه ثانيه في المنوفيه. رحت اختبارات وتعبت قبلت مره وما قبلتش مره، وقبلت الثانيه وما قبلتش الثالثه، يعني فضلت عافر في الموضوع ده بشكل كبير، لحد ما الحمد لله ربنا كرمني من وانا 13 14 سنه كده دخلت قطاع الناشئين، استمريت فيه سنتين، بعد كده قلت لا برضو الاهل برضو اقف قدامك شويه، قعدوك سنتين لا المذاكره لا الدراسه لا 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 كذا حاجه كده، بعد كده كان عندي اصرار تاني ان انا اكمل يعني. فالحمد لله رب العالمين لما رجعت تاني النادي، رجعت 17 سنه، اصريت ان انا اكمل في المجال، لعبت فريق اول يعني سبحان الله، لعبت حوالي شهرين كده في قطاع الناشئين، الناس شافتني لعبت في فريق اول، ودي نادر لما يبقى لعيب عنده صغير عنده 17 16 17 سنه يلعب في الفريق الاول فيرست تيم، فدي بعد شهرين فقط فدي بتبقى الموضوع بقى صعب بالنسبه لك. الحمد لله اتمرنت مع فريق اول، يمكن اول خطوه ليا في الفريق الاول قدرت اسجل جون، فمن هنا كانت بدايه. في اصرار من اول يوم كده، من اول يوم بطريقه كبيره جدا. هو عامه لو لعيب الكوره هو شغف واصرار مش اكتر يعني، طول ما انت عندك شغف وان انت عايز تعمل حاجه لنفسك وحاجه لاهلك وعندك استمراريه ودايما متطلع لكل حاجه جديده في الكوره، ربنا هيكرمك اكيد مش هيضيع تعبك يعني. طبعا الحمد لله. صحيح. طيب دايما اسم النجم الكبير احمد جعفر لما يعني يتقال لازم نربطه بنادي الزمالك، امتى كابتن احمد جعفر حس فعلا ان هو جزء من كيان نادي الزمالك؟ بص انا اتعرض عليا الزمالك من وانا في سيرسيليان، من وانا بقول لك بقى 18 سنه، كان الكابتن عفت نصار كان ماسك فرقه اسمها منوف عندنا جنبنا، فشافني وانا بلعب ضده فقال يعني رشح اسم للنادي. فطبعا الانديه الكبيره ما بتجيش تبص شويه للدرجات الصغيره، لا هجيب لعيب ولسه هشوفه عنده لسه، انا محتاج اللعيب الجاهز، يبقى محتاج اللعيب الجاهز في مصر عامه يعني. لعبت والله، وبعد كده خدت هداف الفرقه وصعدتها من درجه لدرجه، وبعد كده لعبت ممتاز ب، وجالي بقى عرض، بقى جالي عرض مقاولين واتحاد واتصالات وكذا عرض كده الحمد لله رب العالمين. خدت رحت خدت هداف الدرجه الثانيه، بعد كده رحت الاتصالات، دفعوا مبلغ مالي لنادي سيرسيليان حوالي تقريبا 250 الف جنيه في الفتره دي، كان رقم كبير جدا يعني بالنسبه لنادي درجه ثانيه، هو رقم كبير جدا يعني. هم بيسالوني على عرض نادي سموحه. كان جالي عرض من سموحه في الاول، وسموحه كانت في نفس الدرجه بتاعتنا. جميل. فانا وبعدين جالي عروض اكبر في الدوري الممتاز، فانا استحاله هكرر نفسي، ما انا خلاص لعبت في الدرجه دي، خلصت الدرجه دي. وبعدين يعني اللعيب فينا ما بيصدق يلاقي اللي يجي له نادي في دوري ممتاز، عشان الناس ده تبص عليه وتشوفه، ويبدا لو عنده طموح كبير يبدا يلعب اهلي او زمالك او منتخب مصر، فيبدا الموضوع يكبر بالنسبه له. انا كان عندي الشغف ان انا العب دوري ممتاز، ما انا خلاص لعبت في الممتاز بيه وسمعت بشكل كبير جدا وجالي عروض كتير جدا. فانا حتى لما كلموني في سموحه يعني كنت كان في شويه لخبطه، كنت لسه برضو عيل صغير ومش فاهم العقود، ورحت مدرسه عقود وفلوس
حوارات كبير كتير جدا حصلت في الموضوع ده. اعتذرت لهم بايه؟ اعتذرت المهندس فرج عامر طبعا، قال لك اللاعب الوحيد اللي غلبني في مصر. كلمته والله قلت له يا باشمهندس بص انا مش هقدر العب كوره تاني بصراحه. انا مسافر اشتغل واهلي منعني من ابطل كوره. فقلت له خد فلوسك لان انا حرام الفلوس دي هتضيع عليك وانا مش هكمل في الكوره. فالراجل بصراحه احترم وجهه نظري والفلوس رجعت. جاي كابتن تامر نحاس جاب لي عرض من اتصالات دوري ممتاز، دفع 250,000، كان المقابل بتاع سموحه 175,000. المقابل بتاع الاتصالات انا قلت لهم هجيب لكم مبلغ اعلى، جبت لهم 250,000 جنيه من الاتصالات ما شاء الله. انتقلت من سلسله الاتصالات دوري ممتاز. فاول سنه الحمد لله رب العالمين زي ما انت قلت، هو الاصرار والشغف اللي عند البني ادم مننا من وانت صغير. انا خدت هداف الدوري في السنه دي، يعني اول سنه دوري ممتاز خدت هداف الدوري مع الاتصالات. وجالي عرض من الزمالك في شهر واحد، بس طبعا الاداره في النادي قال لك لا خليها لاخر السيزون لما نخلص السيزون. والحمد لله رب العالمين بدات من الاتصالات رحله الزمالك من تاني سنه على طول. من تاني سنه على طول بدات الرحله بتاع الزمالك. طبعا كان شغف واصرار، ونادي بقى طبعا جماهيري وتحقيق طموح كبير وبطولات. ورحت نادي بقى طبعا مختلف عن انديه مصر جميعا، يعني أكيد. الاهلي والزمالك مختلفين عن او ممكن الانديه الجماهيريه الانديه الجماهيريه عامه مختلفه تماما على عن الانديه مثلا اللي ما عندهاش جمهور او الانديه الاستثمار او الشركات. فانت وراك ملايين صح. الموضوع بقى صعب جدا، يعني طبعا. الموضوع مش سهل على اي لاعب كوره يدخل يلعب ماتشات في وسط 30 و40 الف واحد طبعا. بيشجعوك منهم اللي كوره وخلاص ده 40 الف منهم اللي هينتقدك ومنهم اللي هيقف جنبك. فالموضوع كان صعب جدا بالنسبه لي ان انت اول سنه تلعب في نادي الزمالك ومطالب ان انت تحقق بطولات، خاصه السنين دي يا دكتور باي كان الزمالك مش في احسن فترات حياته يعني طبعاً. يعني كانت الفترات بتاعتنا احنا كانت الدنيا شويه صعبه في نادي الزمالك. فالحمد لله بقى زي ما قلت لك هو الاصرار والعزيمه وان انت عايز تثبت لنفسك ولاهلك وعايز تن لاهلك في حته معينه بشكل كويس. خلاص وكرم ربنا ليك على تعبك في السنين ده كله. بص يا دكتور باي انا دايما واخد حاجه في حياتي كده، ان حتى تعبك ده لو ما جالكش وقتي هيجي لك بعد كده. مظبوط جدا. فهو ربنا سبحانه وتعالى بيشيل الحاجات دي قدام يعني. فالحمد لله رب العالمين يعني. هرجع معاك تاني لبصمتك الواضحه في نادي الزمالك، احكي لنا عن ايه اكتر مباراه كانت في نادي الزمالك مستحيل تنساها. بصي هو كنا ايام الثوره كنا بنلعب في افريقيا، وكان كان في ماتش كده بين الزمالك والافريقي التونسي. كنا احنا لعبنا في تونس وخسرنا 4-2 وجينا ماتش العوده هنا في القاهره وكسبانين 2-1، وكان فاضل حوالي 5 دقايق كده والحكم يصفر وجه الجمهور نزل الملعب. كانت الحاله الامنيه في مصر عامه مش احسن حاجه. كويس. فلما الجمهور نزل الملعب قبل الماتش يخلص فطبيعي ان الناس كلها هتجري من الملعب. صح. الجهاز جري واللعيبه جريت شمال ويمين والحكام جريوا. طب ايه يا جماعه؟ ويمين. والله العظيم واقف لوحدي تقريبا انا وابراهيم صلاح واللعيبه بتاعت الافريقي التونسي يا عيني واقفين في قلب الملعب. مش في ناس خرجت وناس مش عارفه تخرج. خلاص الجمهور قفل عليهم خلاص. فانا عشان اطلع الناس دي الجمهور ممكن يشوفك انت يقدرك بيحترمك شويه يعمل لك حساب، لكن اللي في ظهرك ده اللعيب التونسي هو مش شايفه. هو مش عايز يطلعه اصلا. هو اصلا نزل عشانه. هو حصل حاجات مرعبه بصراحه. يعني الحمد لله رب العالمين كنت انا من احد الاسباب ان انا شلت كام لعيب دخلتهم جوه. الحمد لله والباقي انقذتهم فعلا، لان الموضوع وصل لمرحله ضرب بطريقه بشعه يعني. فالواحد برضو بيتحمل مسؤوليه في الوقت ده ان ده بني ادم زيك زيه ودي كوره في الاول وفي الاخر. طبيعي ان انا اخسر وطبيعي ان انا اكسب يعني. صح. فالحمد لله كنت انا وابراهيم واقفين قدرنا نطلع حوالي 6-7 لعيبه من النادي ده دخلناهم جوه. الحمد لله والحمد لله عدت على خير يعني، لان كان قدر الله ممكن يحصل كارثه يعني. صح. ده بحب الناس ليك مش باي حاجه. طبعا حب الناس وتوفيق ربنا سبحانه وتعالى انك حطك في الموقف ده عشان الناس دي لا قدر الله ممكن يحصل لهم مشاكل كبيره جدا يعني. فالحمد لله كان ربنا مقدرنا قدام المواقف الصعبه جدا في الكره المصريه يعني. طيب طب خلينا اكلك في الذكريات برضو. الذكريات مؤلمه. كان في موقف شهير قوي ليك هنشوفه مع بعض دلوقتي لما طلبت ان انت تغير بعد ما الجون جه على طول. اكبر من ذلك وسيتمكن من تسجيل ان شاء الله. يعطيك الكره بعمليه ممتازه احمد جعفر. جول 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 جول. صاروخ ارض جو من احمد جعفر يعني يعبر فيه عن اذاعته ربما لبعض الفرص. ماذا يجري لاحمد جعفر؟ على كل يسجل اولى الاهداف، يسجل اولى الاهداف احمد جعفر في هذه العمليه الاخيره. يطلب التغيير يعني حسب ما فهمت من هذه العمليه انه احمد حازم امام كان سيعوض
اللقطه دي تقريبا بص عامله لي هيدك مرعب. كوميكس وترند وزي ما انت عايز تقول ترند بدل الحقيقه. كان في زمان كده الادارات زمان بتختلف في تفكيرها عن دلوقتي. يعني ادارات زمان كانت بتحب تضغط على لعيب كوره هو عقده بيخلص بتصدره دايما للجمهور, فالجمهور يبدا يضغط عليه ويبدا الامور ما تبقاش احسن حاجه بالنسبه له. انا كان فاضل لي شهرين في عادي في نادي الزمالك وكنت خلاص يعني بجدد العقد, فالناس طلعت اشاعه ان انا خلاص بتفاوض مع نادي الاهلي. سبت النادي وبتفاوض مع نادي الاهلي وخلاص انا مش موجود في نادي الزمالك رسمي مش موجود. طلعوا الاشاعه دي طبعا. فما ادراك بقى من جمهور الزمالك ان طبعا. انت بقى طبعا بتلعب اخر ماتش عندنا ورايح الاهلي مش رايح حته بعد ده كله كمان بعد 5-6 سنين موجودين في النادي, فانت ليه وليه بقى. فانا قبلها والله العظيم كنت ماضي عقد اصلا مع الاداري بتاع نادي الزمالك وكان موجود مع عقد, بس طبعا هم صدروا الحاجه اللي مش كويسه طبعا. يعني صدروا الحاجه اللي مش كويسه عشان الناس كاسلوب ضغط شويه كان نوع من الضغط عشان تقدر تنزل عن طلبات انت طالبها مثلا ينزل في السعر. فالتفكير كان صعب شويه رغم ان انا بقول لك كنت ماضي مع الاداري, يعني كانت العقود اساسا مع الاداري بتاع نادي الزمالك وقلت له يعني وديها الاداره في اي وقت الموضوع منتهي. الطريف في القصه دي ان انا يعني اداس عليا جامد في الماتش من الجمهور وبعد ما جبت جون وقلت للمدرب انا مش قادر اكمل من الضغط اللي كان عليا, بس من كتر الضغط اللي كان عليا, فقلت له انا مش قادر اكمل خلاص يعني ممكن تريحني لان الموضوع بالنسبه لي كان صعب جدا يعني. الطريف في القصه دي ان تاني يوم في التمرين والله العظيم زي ما بقول لك كده كان عندنا في حلم زامورا مدرجات جالك الجمهور جه نادى عليك طبعا والله العظيم وقال لك جدد وانا اصلا مجدد بس شوف انا اصلا موجود يعني ان هو سبحانك يا رب انا كنت فين من 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 12 ساعه ودلوقتي فين والناس بتنادى عليك وبتجدد كانت امبارح ونفسيتك النهارده بس روحت قلت لهم العود جوه صلاح لكم لو صدقيني والله العود طلعت في نفس الوقت هم نادى بس هو ما انا بقول لك هي الموضوع كله تفكير كانت الادارات شويه لما بتعوز تضغط على لعيب تصدره للتفكير قديم شويه تفكير بيبقى قديم شويه بس الحمد لله من المواقف الطريفه اللي حصلت في حياتي برضه وعامله ترند بدل الحياه زي ما قلت وعامله ترند يعني دايما يا رب. الناس دايما عندها مفهوم ان حياه اللاعب دي مرفهه ومفيش اسهل منها, بس طبعا الحقيقه غير كده احنا عارفين. احكي لنا ايه اكتر فتره بتبقى صعبه في حياتك كلاعب محترف؟ اكتر فتره صعبه ان انت لما توصل لليفل كبير وتحافظ عليه. هو لما استضافوا رونالدو في حلقه من الحلقات قال لهم انتوا بتشوفوا ان انا مترفه وان انا كريستيانو رونالدو وان انا احسن لعيب في العالم وان انا معايا ومعايا ومعايا, بس هل انت تقدر تعيش الحياه دي؟ محدش يقدر يعيش حياته اللي هو يسخر حياته كلها للكوره والتمرين وكل ده. فهي اوصل يعني اصعب مرحله لعيب الكوره ان هو يوصل للراجل اللي عنده 40 سنه وعنده شغف وعنده عطاء, فالموضوع بقى صعب جدا ان انت لما توصل للمرحله دي عايز تستمر على الليفل ده وبالشكل ده بقى صعب جدا. انا بشوفها يعني من رابع المستحيلات لعيب الكوره, خاصه انه الجهد والسن صح. والتعب وكل ده والشغف, هو راجل عنده شغف وطموح كبير جدا. ممكن انا عندي شغف وطموح بس ما حافظتش على الليفل ده ممكن قلت شويه فيه بحكم العمر والمجهود وكل ده, بس في نفس الوقت انا يعني شغال عليه في مرحله تانية. يعني شغال عليه في المرحله التانية اللي انا موجود فيها دلوقتي ان انا عايز ابقى ابني كارير بشكل معين في التدريب في الاداره الرياضيه في ان انا اتعلم اكون ابني فريق ازاي ان انا اتعلم اكون مدير فني بشكل معين, فانا شغال فيها يعني الحمد لله رب العالمين. مستمتعين جدا بحوارنا معاك يا كابتن ولسه مكملين معاك, هنسيبكم في فاصل وراجعين لكم على طول. كابتن احمد جعفر مكمل معايا. ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في فقره الوصفه الصحيه. النهارده كابتن احمد جعفر هيدوق سلطه ما اعتقدش انه جربها في حياته في حته قبل كده. مش متاكدين لسه هيدوق ولا مش هيدوق. لسه هنشوف هيكرر معانا. المنظر لسه ربنا يستر. بس انت عندك يعني موقف يحترم ان انت يعني ممنوع من الاملاح, فاهم عنصر في السلطه مش هينفع. خلينا الاول نقول لهم ايه المكونات علشان يبقوا معانا. السلطه دي هنحتاج فيها مانجا بما ان احنا في موسم المانجا, كرنب احمر وخيار وفلفل الوان, شرايح بصل بسيطه جدا, وشبت وفراخ مدخنه. طيب زي ما احنا متعودين الصوص دايما هو التريك وهو الحاجه المختلفه. هنجيب مانجا ونقطعها كيوبس ونحطها في البلندر او في الخلاط بتاعنا, واثنين معلقه كبيره خل واثنين معلقه كبيره زيت زيتون ومعلقه واحده كبيره مستردة ومعلقه عسل وملح وفلفل وجنزبيل. انت مقتنع؟
مش عارف خلي مع مانجا ازاي. خلي مع مانجا ازاي. انا بحاول اغير لكم مفهومكم التقليدي عن السلطه البلدي. انا متحمس جدا للمانجا، انا عارف انها تتعبني بس متحمس لها. هو انتوا النهارده انتوا الاثنين ممنوعين من المانجا، مش عارف اختياري غير موفق. انا هبتدي ونشوف بقى، اتفقنا؟ كابتن احمد، بما اننا دخلنا المطبخ خلاص، خليني اسالك، تحب اكل مراتك اولا؟ يعني شويه، انت مش عايزني اروح اوصلك انا، مش مشكله. لا تمام يعني ماشي. طب السؤال الاصعب بقى، بشوفه اصعب سؤال دايما في البرنامج بتاعنا، اكل مراتك ولا اكل ماما؟ لا هي عارفه انا اكل امي. هي عارفه، هي عارفه، ما فيهاش جدال. بص انا متمطرق على طول عشان ما يبقاش فيه جدال. طب خليني اسالك، ازاي بتقدر تحافظ على نظامك الصحي مع حياتك كلاعب كوره؟ يعني بتبقى خاصه طبعا. احنا في لعيبه الايام دي بنشوفهم بكرش، خلينا متفقين. الدنيا مش يعني. انت ما شاء الله دايما، ما شاء الله من محافظ. يوم ما ظهرت لحد ما شاء الله احنا واقفين دلوقتي، عمرنا ما شفنا ده موجود. بص، هو الموضوع يعني بدا يظهر الفتره الاخيره، انك تعمل نظام تغذيه بشكل كويس، يبقى ماشي مع دكتور تغذيه بشكل كويس يقدر يحافظ لك على البرنامج بتاعك الغذائي. لا ايامنا احنا ما كانش فيه الموضوع ده، كان الموضوع كله اجتهاد شخصي وتمرين اكتر، وانت لما تزيد كيلو او 2 كيلو تتمرن اكتر، لكن الموضوع انت مش كده، اجتهادك انت اجتهادك شخصي. لكن دلوقتي ده بالعكس، ده هم عندهم البلان دلوقتي مفتوح جدا بشكل كبير جدا، ان انا عندي دكاتره كتير جدا. يعني انا فاكر في وقت من الاوقات لما انا كنت داخل، لو تفتكر انت جيت لك لما بداوا يظهروا والله فعلا دي حقيقه. لما بدا الموضوع حاسس ان هو مش يعني بالنسبه لي، او مش قادر ابذل مجهود زي ما انا وانا صغير. تخنان دي يا جماعه بس معلش، ان كان في بدل 6 باكس كان في 4 فوق والاثنين تحت اكتافه سيكه. هي دي انا جدا. فبدات اروح للدكتور طبعا واشتغل معاه ويحط لي نظام غذائي ابدا اشتغل عليه. اوكي. فالبلان ده ما كانش موجود زمان لو تفتكر يا دكتور، ما كانش موجود زمان. يعني ما كانش الجيم والتغذيه وكل النظام الغذائي ده ما كانش موجود زمان. الفتره دي انا بشوف ان هي فرصه لاي لعيب كوره عايز يطور من نفسه ويحافظ على نفسه، ان قدامه المجال مفتوح بشكل كبير ويقدر يشتغل. والحمد لله عندنا دكاتره كتير جدا في مصر. مظبوط جدا. وحتى لعيبه الجيم بدا الشيب بتاع الجسم بتاعهم بدا يظهر بشكل كويس. ولاعيبه في مصر في، بص هو في الاول وفي الاخر الموضوع كسل. صح. ان هو يعني مثلا انا بشوف ان احمد سيد زيزو مثلا من اللعيبه اللي الشيب بتاع جسمها ما شاء الله محافظ على نفسه كويس جدا. مزبوط. بقى له 4 سنين في التوب فورم بتاعه بشكل كويس قوي، جسمه وشيب جسمه شكله محترم. هو ده لعيب الكوره اللي المفروض يتاخد قدوه في شيب جسمه وفي تفكيره وفي الكواليتي بتاعه. ده جزء من شغله كده كده يعني، ده جزء من شغله كده كده يعتبر وجهته يعني. ده الشغل ده الشغل بتاعه اللي هو بياخد منه راتب واللي هو بينقل حياته بشكل في حته ثانيه بشكل كويس، وبين الحياه اهله وبيته وشهره وكل حاجه يعني. فبشوف ان دي الوظيفه بتاعته الرئيسيه. طيب نسيب الملعب شويه ونرجع تاني للاكل. خلينا نرجع للمانجا. انا يا جماعه خلصت. طيب. انا خلصت. ربنا احنا نجيبها ونجرب. يعني انتوا خليكم مكانكم اتفضل. بص انا عارفه ان انتوا عندكم كيس، فمش لازم تغوصوا قوي في المانجا يعني. يعني احنا بص احنا هندوق على يعني. انا هحاول اشيل لك المانجا. لا لا خلاص مش مشكله، خلاص امر لله. بس دي من غير مانجا. تمام. مانجا خفيف. حلو الخيار زي الفل. انا بصراحه متحمس اجرب المانجا. ان شاء الله هتبقى حلو. بص هو انا مش يعني طعم مش قادر اكملها. الطعم المانجا مع الخيار صعب قوي بصراحه. مختلف بالنسبه لك؟ مختلف عليك. اوكي. نايسة حاجه زي طبعا هي حلوه. اوكي. بس غريبه. هي طبعا غريبه. هي مش لازم نحط كل الانجريدينتس دي مع بعضها. انتوا بتنقوا الحاجه اللي انتوا بتحبوها، ممكن تحطوها، ممكن تبدلوا كمان. بص هي مديه طعم صراحه بس على تاني. حاجه حلوه عليها بس هي لذيذه يعني. انا ما رضيتش اقلب الصوص. لا لا الصوص علشان ما يبقاش فيه كتير. بس اسالك اكتر اكله بتحب تاكلها ايه؟ بص انا راجل يعني ممكن اكون قديم شويه، فهقول لك بقى المحاشي والحمام والشال والحاجات بقى اللي هي التقيله دي. بس الفتره الاخيره لا، ما يعني عامل قط فيها بشكل كويس يعني، لان الموضوع بقى افوره شويه. حتى بطلت اروح عند الحاجه بسبب موضوع الاكل يعني. في اليوم الفري بقى يعني ظبط الفري بس. طب خليني اسالك سؤال، انت من الناس اللي بتشوف ان السلطه شيء مهم في الوجبه؟ اي بقى نوع سلطه مش لازم دي خالص. طبعا طبعا جدا جدا بشكل كبير يعني. اوكي
يعني انت لأن هي طبعا هي يعني تقريبا بيبقى فيها مكونات الخضروات كلها مزبوط. بشكل كويس، فيتامينات والمعادن اللي الجسم بيحتاجها، كل حاجه فيها يعني مفيده للجسم، ما فيهاش حاجه مش مفيده للجسم. بشوفها انها وجبه اساسيه في الاكل بتاعك. هي وجبه يعني اي حاجه فيها خمس الوان مختلفه بتدي الجسم كله الفيتامينات اللي هي محتاجاها. فانت من الناس او المكان بتاعك بيبقى محتاج ان انت تاخد فيتامينز على طول. بشوفها ان هي وجبه اساسيه في اي يعني استثناء الفطار مثلا، في أي أكل. او حتى الفطار ممكن تبقى فيه خيار، في كابوتشا، الحاجات دي في موجوده معاك على الفطار اوريدي. طبعا ده تعليمه كانت تعليمه فانا فاهم. فالحاجات دي بشوفها انها وجبات اساسيه للاعيب الكوره خاصه يعني. اوكي، طب تنصح ايه للاعيبه اللي عندهم شويه كرش او مش الفورمه بتاعتهم اظبط حاجه، تنصحهم يعملوا ايه؟ انا بنصحهم لو انا ما عنديش الشغف ان انا اقدر اخس، على الاقل اروح للدكتور يظبط لي حياتي، يظبط لي النظام الغذائي بتاعي، امشي عليه برنامج امشي عليه. اعتقد مع الوقت هتلاقي الامور رجعت لمكانها الطبيعي. لو انا ما عنديش المقدره ان انا اشتغل اضاعف تمريني، لازم اروح لدكتور تغذيه، امشي على البرنامج الغذائي بتاعه، لان هو هيفيدني وهو عايز مصلحتي في الاول وفي الاخر. أوكي. صح مظبوط. خلينا نلعب معاك بقى شويه. نلعب. يلا امام عاشور ولا زيزو؟ بص، اللعيبه كويسه جدا الاثنين. انت من احسن لعيب في الزمالك واحسن لعيب في الاهلي طبعا، ليهم كل الشكر. بس انا بقول زيزو مش عشان خاطر انا زملكاوي، انا بقول عشان خاطر الاستمراريه. النهارده زيزو احنا بنتكلم بقاله خمس سنين ماشي بشكل كويس جدا في التوب فورم. امام ممكن من يعني لما كان في الزمالك عمل سيزون كويس جدا، بعد كده لما طلع بره تعطل شويه، لما رجع الاهلي بقى كويس قوي. فامام مشي على خط وساب خط، هو غصب عنه لما راح الدنمارك طبعا جه مثلا ما لعبش اساسي هناك، الدنيا اتلخبطت معاه، فلما رجع الاهلي بقى ماشي بشكل كويس. امام تقدر تحكم عليه مثلا تقول يعني تقدر تحطه مع زيزو لما مثلا يقعد اربع سنين كويس. زيزو النهارده بقى له ما شاء الله اربع خمس سنين من احسن لعيبه في مصر يعني، اللي خلى امام لعيب كبير طبعا. طبعا ربنا يديمها عليهم هم الاثنين يا رب. نظامك الصحي السليم جزء مهم قوي من شغلك زي ما اتكلمنا، احكي لنا اكتر بقى عن روتين يومك اللي انت محافظ عنه. انا دايما كنت بقوم يعني افطر فطار في اللذيذ كده خفيف. الغداء تقريبا بيبقى بعد يعني بعد ما اخلص تريننج. العشاء ممكن ناخد فاكهه كده، ممكن ما اتعشاش خالص، بقى علبه زبادي. أوكي. مش اكتر من كده يعني. فده اكتر حاجه، يمكن اكتر حاجه اتعلمتها السنوات الاخيره. يعني السنوات اللي قبل كده ما كانش فيه ما كانش عندي العلم ان انا عارف الكلام ده، ان انا اهتم بوجباتي او بالنظام الغذائي عامه يعني. لما بدات اقرا واتعلم وطبعا شفت واحد اخ ليا زي دكتور باهي بجد. أيه. اتعلمت منه ان النظام الغذائي ازاي امشي عليه فتره من الفترات، فالحمد لله يعني الامور رجعت لنصابها الطبيعي. برافو عليك. طيب نلعب تاني؟ نلعب تاني. قفشه ولا عبد الله السعيد؟ لا الاثنين برضه انت بتجيب لي توين يا جماعه. الاهلي والزمالك والاثنين لعيبه كبار يعني. قفشه لعيب كبير جدا طبعًا. بس عبد الله، هقول عبد الله لان عبد الله كارير كبير جدا. الراجل النهارده بقى له 15 سنه في التوب ليفل، فاعلى اهلي، بيراميدز، زمالك، منتخب. صح. قفشه لعيب كويس جدا ولعيب كبير جدا. كان معايا في انبي بالمناسبه، كان معايا في انبي وراح بعد كده مشي عاره، بعد كده رجع على بيراميدز. انبي باعوا البيراميدز بعد كده اهلي. فقفشه لا لعيب كويس جدا، بس ما ينفعش ابقى 10 سنين في التوب ليفل ولاعيب لسه مثلا في التوب ليفل بقى له 5 6 سنين مثلا، فاقدر يبقى انا بظلمه. لكن الاثنين لا، الاثنين لعيبه كويسه جدا ولعيبه كبيره جدا يعني. وبشوف ان قفشه مظلوم في الاهلي، لان قفشه كان يقدر ياخد اكتر من كده وياخد يقدر يلعب ويدي اكتر من كده يعني. يعني لو تفتكر من فتره كده في بدايه حياته في الاهلي، الراجل كان ما شاء الله مكسر الدنيا. لما جه مثلا الفتره الاخيره ما لعبش، اثرت على معنوياته شويه ونفسيا ما كانش احسن حاجه، رغم انه بيقدم وكل لما ينزل ما شاء الله بيبقى مؤثر يعني. انت بتشوف ان قفشه مظلوم في الاهلي؟ طبعا لعيب كبير من اللعيبه كويسه جدا يعني. طيب كابتن احمد، ايه النصيحه اللي ممكن تقدمها للشباب اللي عايزين يبتدوا مشوارهم في الكوره؟ ان هو اولا بر الوالدين ده اهم شيء طبعا. دي حاجه ما فيهاش كلام يعني. تمرين كويس جدا، نوم بدري، لان يعني النوم طبعا من العناصر اللي هي الصعبه جدا لاي لعيب كوره. كان دايما الدكتور يقول لي يعني اعمل كل حاجه في اليوم بس النوم بدري اهم شيء. فالنوم بدري ده حياه ثانيه يعني. اكتر حاجه هتساعد في بناء جسمه وان صحته تحافظ على جسمك على تحافظ على جسمك. التغذيه بشكل كويس جدا، وان انت يكون عندك طموح وشغف انك تقدر تعمل حاجه لنفسك والكارير بتاعك ولاهلك بعد كده يعني. انك تستمر يعني مهما طبعًا. حصل تستمر طبعًا. طبعا لان بص حياتنا مش دايما مثاليه، حياتنا دايما بيقابلك فيها مطبات صعبه جدا وناس بتديك
طاقة سلبية وناس بتديك طاقة إيجابية، فدايما روح للناس اللي بتدي طاقة إيجابية لأن هي العامل الرئيسي في حياة أي حد عايز يبني كارير لنفسه وتاريخ محترم لنفسه. مظبوط جدا. طيب بتشوف مين في الوقت الحالي اللي احنا فيه دلوقتي أحسن ثلاث حراس مرمى في مصر؟ محمد الشناوي طبعا رقم واحد في مصر. بشوف محمد صبحي زمالك الفترة الأخيرة وجنش ومصطفى شوبير، بصراحة الأربعة ماشيين بشكل كويس جدا، يعني رغم ان ممكن مصطفى شوبير لعب بعض الفترات بس لا برضو من الحراس الموهوبة اللي جاية كان بالنسبة من الحراس، وصعب جدا لما يبقى حارس مرمى وياخد فتره من الفترات ويبقى كويس فيها كمان، لانه هو طبعا هو جاي من قاعد على الدكه، فدي بتبقى صعبه جدا لحراس المرمى كمان، مش اللعيب يعني اللعيب مختلف شويه، اللعيب رجله في الملعب بيغير بينزل كده، لكن حارس المرمى بيبقى الموضوع صعب جدا، فبشوفه برده من الحراس الموهوبين اللي مستقبلها جاي ان شاء الله. عرفنا اكتر طيب عن الفريق اللي انت بتلعب فيه دلوقتي، ايه اللي خلاك تختاره؟ بص هو الموضوع جه يعني الراجل اللي انا بشتغل معاه دكتور مندول حسيني ده عنده مدارس خاصه، وكان هو امين صندوق نادي الزمالك في فتره من الفترات حوالي 12 سنه يمكن في عز التوهج بتاع نادي الزمالك والبطولات، كان هو موجود امين الصندوق. مظبوط. فالراجل لما اقترح عليا انا كنت نويت خلاص ان انا اخد كارير الفني، ان انا ابدا اشتغل على نفسي باخد كورسات تدريبيه وابقى اشتغل مدرب يعني. فالراجل لما اقترح عليا قال لي ايه رايك نعمل نادي ونشتغل فيه وانت تبقى موجود في 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 الفريق وتلعب ويبقى عندك شويه صلاحيات كده اداريه وفنيه وتشتغل عليها، تبقى استفدت من الحتتين يعني كلاعب من الناحيه الاداريه الرياضيه ومن الناحيه الفنيه وكلاعب كمان. فبصراحه الكلام الراجل كان مقنع شويه، وان هو عنده طموح وشغف ان النادي ده بتاعه ده يوصل لليفل كبير جدا، في يوصل بعد كده للممتاز، والحمد لله ماشيين خطوه بخطوه كده، قدرنا من بقى لنا سنتين بالظبط التواجد بتاعنا بقى لنا سنتين، فالسنتين الحمد لله حققنا المطلوب فيهم ان احنا صعدنا من الرابعه للثالثه ومن الثالثه للممتاز به، واخدين خطوات كده الحمد لله يعني. ربنا يكرمك. الحمد لله. طب مين المهاجمين في الدوري المصري دلوقتي سواء مصريين او اجانب انت بتشوفهم مهاجمين يعني صح؟ لا اجانب فيه، اجانب فيه وسام ابو علي طبعا في الاهلي، في فيستون مايلي في بيراميدز، في سيف الجزيري في الزمالك، في مابولولو في الاتحاد، يعتبر دول الاجانب، وللاسف ان انا بقول اجانب يعني انا للاسف ان انا فرود مصري او كنت في مرحله من المراحل وان انا بقول ان دول اجانب، وان انا ما ذكرت وفي حسام صح حسام اشرف لسه صغير، وان انا ما اجيبش يعني ما اقولش مصريين، فدي بالنسبه لي بتبقى صعبه، انا كفرود كواحد بيغير على بلده ان انا ما اجيبش سيره حد مصري في الحته اللي قدام دي بتبقى صعبه شويه. يعني بشوفها نقطة ضعف كبيرة جدا المصريين دلوقتي في الدوري. بشوف غير ما بشوفش، ما هو بدليل يا دكتور ان لما تجيب الهدافين الدوري هتلاقي ما فيش غير واحد مصري بس، بعد ما كان مثلا 3 4 مصريين وواحد اجنبي يخش في وسطهم مثلا، دلوقتي انت بتجيب الاجانب كلهم وتجيب واحد مصري، فدي بالنسبه لي يعني نقطة سلبية كبيرة جدا في الكرة المصرية. لذلك لما بترجع لمنتخب مصر بتشوف مصطفى محمد بس الوحيد اللي بيبقى موجود، والراجل المدير الفني محتار ياخد مين في الدوري المصري، لان مفيش حد على مستوى مثلا المنتخب يقدر زي زمان كده موجود، كان موجود عمرو زكي ميدو متعب، هقعد هعد 20 واحد في المنطقة دي. صح. النهاردة لما تيجي تعد هتعد واحد والتاني مش على نفس المستوى يعني، فالموضوع صعب يعني. نورتنا كابتن احمد جعفر صديقي واخويا، استنونا نخرج في فاصل وراجعين لكم في اخر فقره في ساعات سعاده. ورجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل، ومعانا النهاردة ضيفة هي عزيزة على قلبي أنا شخصيا لأنها جميلة وشطرة جدا في شغلها، اللي هتكلمنا عن إيه اللي يتلبس وإيه اللي ما يتلبسش، خصوصا إن إحنا داخلين على موسم جامعات ومدارس وشغل وخلاص خلصنا الأجازات بالساحل بالسفر. رحبوا معايا بالستايلست صديقتي وحبيبتي ريهام الزهري. أهلا بيكي. أهلا بيكي يا نورهان. منورة يا ريهام. ميرسي يا باهي. طيب ريهام، بما إننا جبنا سيرة المدارس بقى والجامعات، خليني أسألك، هل في ستايل معين الناس اللي لسه داخلة الجامعة بقى بالذات كمان اللي داخل أولى جامعة عارفة بيبقى شايل رهبة إيه اللي هو أنا هقابل ناس جديدة؟ بيبقى فاهم الجامعة غلط أصلا ودخول الجامعة غلط خالص. بتنصحيهم يلبسوا إيه؟ والله أنا بنصحهم إن هم يميلوا للحاجات البيزك السامبل خالص، يبعدوا عن الأفورة يعني. أوكي. خليهم سامبل، هم اول سنه اولى جامعه، فهم ما يبقوش فاهمين ان هم
انا رايح جامعه فانا رايح مكان غلط. لا خصوصا البنات بتبقى قوي قوي. انا بشوف ميتاليك الصبح ده انا بيجي لي انهيار عصبي. ليه ليه ميتاليك وميك اب اوفر قوي قوي؟ لا يعني انا سنه اولى جامعه لسه خارجه من ثانوي، اروح سامبل، البس لبس مريح، البس لبس يريحني انا شخصيا عشان ابقى رايحه انا اعرف استوعب المعلومه وانا مرتاحه. يعني ما البس مثلا هيلز وانا رايحه الجامعه مش هرتاح ابدا ابدا. يعني ما البس مثلا حاجه ابقى الوان اوفر، يعني الوان فاتحه قوي، لا ما بقاش ماشيه الصبح مثلا لابسه هوت بينك مثلا. لا يعني خلينا في السامبل، خلينا في الابيضات، في الجراي، في البيجات، خصوصا في الصيف حتى علشان الحر وكده بتبقى الالوان دي. وكمان طلع موضه قوي دلوقتي الاوفر سايز، فاوفر سايز واسع وطويل، راحي بقى خلاص خدي راحتك قوي. فده بيبقى حلو قوي. يعني احنا ليه نميل للصعب؟ ما الدنيا سهله قوي حوالينا، ليه بنصعبها على بعض؟ خليني ارجع معاكي. طيب يعني احنا رحنا على الجامعه على طول، هرجع للمدرسه، وايه الغلطات او ايه الحاجات اللي ما عملهاش في اليونيفورم بتاع المدرسه؟ ما احطش اكسسوارز على اليونيفورم، يعني اخليه يونيفورم. أوكي. ما احطش عليه بقى بيلت، ما احطش ملبس اكسسوارز اوفر، ما اروحش المدرسه اصلا وانا حاطه ميك اب. اوكي. البس وان يعني اليونيفورم البس عليه كوتشي، ما البس عليه ساندل عشان برضو بشوف ساندل دي صعبه قوي شويه. يعني اكون برضو سامبل، يعني احنا في مرحله هتقفروا قدام يا جماعه، ما تستعجلوش هي جايه دي، عايزين تبداوها بدري. مظبوط. فكل ما كان سامبل الموضوع كل ما كان مريح للعين، مريح ليك ومريح لينا كلنا. طب اتكلمنا على المدارس واتكلمنا على الجامعات، خلينا بقى في الناس اللي عدت المراحل دي كلها وراجعه من الساحل وهترجع لاشغالها بقى. أوكي. تلبس ايه وهي رايحه شغلها في الايام اللي جايه في الايام الصيف دي؟ انا يعني زي ما كنت بقول لنورهان برجح الحاجات الاوفر سايز، الماتيريال الخفيفه، الماتيريال الاقطان، الماتيريال الكتانات، البس السيت على بعض، وده مريح قوي، طالع موضه قوي. واقدر البس كل حاجه فيها لوحدها، يعني ممكن البس البنطلون على حاجه لوحده والبس الكورديجان على حاجه تانية، ممكن البسها على بعض، فمريحه وحلوه. ده للولاد والبنات ولا البنات بس؟ لا البنات بس، خلينا دلوقتي في البنات بس. طيب خليني اسالك، هل في الوان، يعني احنا جبنا سيره الالوان من شويه، بلاش هوت بينك الصبح وخلينا في الفواتح. طيب هنقل معاكي بقى لموسم الشتاء كده شويه، ايه الالوان اللي تتلبس في موسم الشتاء وتبقى كويسه؟ طبعا البلاك ده الاساسي طبعا. أوكي. الاسود، الجراي، الجراي برضو حلو شتوي مريح للعين، ممكن احمرات اللي هي النبيتيات اللي هي بتبقى دي بتبقى حلوه قوي. برضو بشوف البيجات حلوه قوي في الشتاء، يعني صيف وشتاء يعني الاثنين، هو لون محايد بينفع عليه اي حاجه، اي حاجه كل حته في اي وقت. الجينز بقى، الجينز ده صيف وشتاء نازل معانا باكتساح جدا. الجينز حلوه قوي واقدر البسه، البس جاكيت جينز، البس تحتيه بازك توب، البس بنطلون بيزك، ابسط الموضوع على نفسي قوي. طيب بما انك يا متحيزه للبنات فخليني اسالك، عايز منك اقتراحات سهله وبسيطه للبنات المحجبه والبنات الغير محجبه في الايام اللي جايه. عايز اقول لك يا باهنه دلوقتي معظم الستايلات اللي نازله بتناسب المحجبه والغير محجبه. أوكي. يعني الاوفر سايز بيتلبس للاثنين، محجبه وغير محجبه، وده حلو قوي ومريح. صح. يعني مريحنا كلنا ان انا البس اوفر سايز، ان انا البس طويل، طويل نازل موضه جدا. ودي تقدر تلبسه المحجبه والغير محجبه. مظبوط. وبعدين بينزل كارديجان بكم، تقدر. أوكي. بقى المحجبه تلبس تحتيه حاجه طويله، الغير محجبه لو عايزه تلبس طويل بيبقى شيك جدا على فكره. عايزه الغير محجبه تلبس عليه حاجه قصيره شويه، حاجه قصيره بس تبعد عن الكروب توب، يعني افور قوي الكروب توب معانا السنه دي بقى كتير قوي. انا حاسه يونيفورم يعني بقى كتير قوي. كروب توب خلاص تمام، خلاص ايوه تمام، اسهل حاجه جينز وكروب توب وباي باي. مظبوط. طيب خليني اسالك، شغلانه الستايلست ايه عيوبها وايه الصعوبات اللي بتقابلك؟ بصي ما بشوفش فيها صعوبات قوي غير مع دكتور باهي. كده في سر خلاص. هنا خليني اقول لكم يا جماعه، احنا لازم اشكر طبعا الستايلست العظيم ريهام الزهري، لان كل الناس علقت على لبسنا ده حقيقي طول حلقات سعاد سعاده، كانت ريهام هي ستايلست البرنامج، فشكرا ليكي طبعا. وكملي بقى ليه الا دكتور باهي. شكرا ليكي انت اديتوني الفرصه الحلوه، شرفينا والله بجد، اتبسطت جدا بالشغل معاكم حقيقي.
بس يعني يا دكتور صعبتها عليا شويه في ان انت كنت سايب كل حاجه عليا. انا خلاص كل حاجه عليا خلاص. يعني انا ودكتور نورهان بنتناقش ايه رايك نلبس ده على ده، احنا كمان ذوقنا قريب لبعض قوي قوي قوي. فابعت لها الحاجه بالليل، ايه رايك؟ خلاص ده تمام. بس انا كنت عايز احط رايي عشان كنت عايز اشوف نفسي بشكل مختلف، وده الحمد لله حصل وكل الناس اشادت بيه. فبرافو عليكي، انت خليتيني اشوف لبس من لبسي اصلا بشكل انا ما كنتش متعود البسه بيه. ما انت زودتها صعوبه عليا لان انت اديتني الثقه، فده كان انا كنت على قد ما اقدر عايزه اطلع احسن ما عندي، لان هو خلاص اداني الثقه. اي حاجه ابعتي لي اللي هلبسه هلبسه خلاص. طب عاجبك؟ طب قول لي ايه؟ طب قول لي ايه؟ اديني اي رياكشن. طب كلميني بقى كستايلست، يعني احساسك بيبقى ايه لما بتختاري لحد اوتفيت وتشوفي ان الاوتفيت ده هو فعلا عجبه؟ بكون مبسوطه قوي. بكون مبسوطه قوي، وده اول مره اشوفها معاكم، يعني اول يوم تصوير انا فاكراه كويس جدا. بجد كان من اسعد ايام حياتي فعلا لما شفتكم مبسوطين بالحاجه وشفت الفيدباك بتاعت الناس. فيدباك الناس، انا بقيت بشوف الكومنتس فانا براقب الكومنت. طب ايه تمام اكمل؟ انا صح. معظم التعليقات في اول حلقه على فكره معظم الناس علقت على اللبس على الاوت على الحلقه. لان لقيتوا انتوا الاثنين بستايل مختلف تماما عن الستايل بتاعكم، وهو ده اللي انا كنت عايزه على قد ما اقدر اظهره. يعني ودايما انا قعدت شويه على البيج بتاع الدكتور بيها اتفرج على الصور. طب اعمل ايه؟ ذاكرتها كويس قوي، ذاكرتها كويس قوي، ذاكرت كويس قوي فعلا. فاكره كويس قوي ان دكتور نورهان كلمتني بالليل ان احنا هنشتغل مع بعض، تاني يوم كل حاجه كانت دون حقيقي. يعني كان ساعات فرق ساعات، انا قست 2-3-4 لقيتني بكلمها في تليفون دكتور انا دون، بعت لها بقى الصور قالت لي واو ده حلو قوي ده يلا بينا. كنت دايما بلاحظ كمان ان هي بتخلي في ماتشنج يعني بينا دايما، انه علشان العين والالوان احنا الثلاثه النهارده لازم النهارده كمان. لا حياتي وبرافو عليكي بجد ريان، ميرسي بجد. وانا ببارك لكم على البرنامج الجميل، وان شاء الله يكون في سيزون 2 و3، وان شاء الله دايما مع بعض برضو ناجحين يا رب. دايما يا رب. طيب قول لنا ايه البلانز بتاعتك او ايه خطط بقى ريهام الشخصيه لان هي تطور من نفسها؟ الله حلو السؤال. ايوه. بصي انا عندي دلوقتي شوروم، يعني ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بتمنى انها تبقى اكتر من شوروم، تبقى 2 و3 و4. نفسي قوي بقى افتح بره مصر حاجه، هي دي يا ان شاء الله نستضيفك ساعتها برضو. طبعا ان شاء الله في ساعتها سعاده ايا كان انا هستضيفكم بره بقى، تقولي بره الاوبننج ان شاء الله يا حبيبتي ان شاء الله. طيب ريهام الزهري، هل انت بتختاري لبسك لنفسك ولا بتستعيني في حد يساعدك؟ بستعين بدكتور. انا حاسه ان الحلقه دي هتجيب الناس على البيت. يعني دايما الواحد لما يجي يعني عنده ايفنت معين او حاجه ما بيعرفش يختار لنفسه، بيرجع بقى ستاب لورا كده وبيحتاج حد يقول له يعمل ايه. بالظبط. يعني انا لغيري انا بعرف جدا جدا، بيجي بقى عندي حاجه ابعت يا دكتور ايه رايك؟ إيه ده على ده؟ طب ولا ده على ده؟ بيحصل فعلا ده. طب ريهام ايه الحاجات اللي بتشوفي ان ما ينفعش الواحد يروح بيها الشغل؟ الشغل الصبح يعني انا بشوف اي حاجه الصبح برضو لازم تبقى مناسبه لان انا نازله الصبح. أوكي. يعني ما ينفعش البس مثلا حاجات مناسبات بالليل البسها الصبح، لا خليني برضو ابقى رايحه الشغل سامبل لابسه بيزكس. يعني انا بميل اكتر حاجه للبيزك بصراحه. أوكي. يعني جامعات شغل انترفيو مثلا الصبح. يعني خليني رايحه انترفيو اللي قاعد قدامي مش متعصب مني. الانترفيو ده حته لوحدها يعني. ده احنا عايزين نعرف يعني. انا مش معصبه. أيوه. انا قاعده قدامه وهو عينه مرتاحه. ايوه. طيب ريهام خليني اسالك حاجه، هل في مخططاتك انك تتجهي شويه لل يعني للديزايننج او انك تبقي ديزاينر تعملي هي وان بيس لحد معين، ولا انت حابه اكتر الستايلينج كشكل عام؟ لا هو انا اوريدي اصلا بعمل ديزاين. يعني بعمل حاجات كتير. حصر لينا اساسا. لا انا في رمضان كمان كل حاجه. اوكي. انا بفصل نفس الديزاين نفسه انا اللي بفصله كمان. اوكي. ما شاء الله. انا بقالي اكتر من رمضان، بقالي 3 رمضانات مثلا انا بعمل الكفاطين بتاعت رمضان. ما شاء الله عيش. بشوف ان دي حاجه في دراسز كتير انا بعملها برضو، لو في عندي انا مناسبه، لو حد عنده مناسبه ممكن يستعين بيا بعملها له. بس ما دوستش قوي في الموضوع لسه، يعني برضو في البلان ان انا ان شاء الله يكون عندي
مصنع ان شاء الله واكون ديزاينر ان شاء الله. ان شاء الله. لا يلا دوس. اه جد اول حد هتلبسي من عندي. ايوه ده كده كده. اول حد كالعاده. ايوه يا روحي. طب ريهام هسالك على حاجه مهمه قوي، لون البشره بيفرق معاكي في اختيار الالوان نفسها؟ اه طبعا طبعا. الالوان والديزاين نفسه ولا الالوان بس؟ لا الاثنين، الديزاين بيفرق في الشيب بتاعت الجسم واللون بيفرق في لون البشره. أوكي. يعني فاكره كويس جدا اول مره قعدنا مع بعض دكتور باهي قال لي انا بحب اللون الاورنج، بحب اللون الاحمر. ايوه بحب اللي انت تحبه. وانا ثانيه لبسك اللي انا عايزه البسه. اتفقنا كذا مره هلبس احمر بس كل مره كانوا بطريقه غير مباشره، يعني ايه بنخلع الموضوع جانبيه كده. ماشي هلبسك احمر، حاضر استنى عليا الحلقه اللي بعدها. مش الحلقه دي يا دكتور. طب ادينا اكزامبلز مثلا لكل تون، ايه الالوان اللي بتليق عليه؟ يعني مثلا لو حد فاتح شويه، لو حد لا خمري شويه في النص، لو حد لا اسمر خالص. يعني لو حد اسمر خالص بشوف الالوان الفسفوريك دي يبعد عنها تماما. اوكي. الاورنج برده يبعد عنها شويه. بس في ناس بتبقى يعني خمريه بس بيليق عليها مثلا الاورنج. اوكي. دول بقى الناس اللي في النص، اللي في النص. اه بالظبط. الناس الفاتحه بيليق عليها معظم الالوان، يعني يدوسوا أوه. شويه في الالوان براحتهم. خصوصا الغوامق كمان بقى. الغوامق أوه. طبعا أوه. طبعا أوه. والبشره الغامقه شويه برضو بيبقى حلو قوي معاها الغوامق، مع ان في ناس تقولك لا ابعدي عن الغوامق. لا بالعكس انا بشوفهم بينوروهم. ودي كانت نقطه اختلاف بينا في الاول، يعني اسود على حد ازاي بس ازاي. لا انا فاكره دكتور نورهان كانت تفضل تقول لي ما ابعديني عن الالوان. يا دكتور والله هتبقي قمر. يا دكتور ثقي فيا. بعديني عن الالوان. بس لبستها الوان برضو ما سبتهاش. حصل برافو عليك. بديت وراها. طب احنا خدنا كل الفئات العمريه كده وظالمين معانا الاطفال، فانا حابب اسالك على الاطفال في دخله الشتاء كده، ايه الالوان برضو اللي يميلوا ليها والديزاينات اللي الامهات والاباء يلبسوا اطفالهم بيها؟ انا بشوف ان الاطفال دول يلعبوا زي ما هم عايزين، دول يعملوا كل حاجه يعني. دول ما شاء الله بيليق عليهم كل حاجه وبيماتش عليهم كل حاجه. بس اهم حاجه بقى الاطفال من وهم صغيرين يحافظوا على صحتهم، ما يزيدوش يعني، عشان شكل اللبس الديزاين يبقى شكله حلو عليهم. مظبوط. دي بتفرق قوي في السن الصغير. لا ده لا انا هنا بقى اسالك على حاجه مهمه، يعني هل كمان الواحد لو رفيع او تخين يفرق معاكي في اختيار اللبس ده؟ اه طبعا. اه طبعا عشان يظهر الشيب بتاع الجسم. الشيب مش كل الشيبس بتليق عليها كل الديزاينز. سؤال لازم اساله للجمهور اللي بيتابعنا بصراحه. تنصحي بايه الناس اللي بيبقى وزنهم زياده شويه ما يلبسوش ايه عشان يداروا الشكل شويه؟ يعني الناس اللي هي عندها بطن شويه تبعد عن الحاجات السلام، يعني تلبس شوية واسع عشان تداري. الناس مثلا القصيرين تبعد عن البنطلونات القصيرة، تلبس بنطلونات طويلة هتديها طول. هاي ويسد يعني هي بتبقى اوكي مستها عالي. وبالذات البنطلون اللي هو نازل على واسع اللي هو شارلستون. اوكي. دي تديها يديها طول حلوة قوي. اوكي. برضو يبعدوا عن التايت نفسه، يعني زي ما قلنا من الاول برضو الاوفر سايز الحمد لله ان هو رجع لنا موضه لانه ساعدنا في حاجات كتير قوي، يعني سهل علينا كتير قوي. فالاوفر سايز مع الناس المليانه شويه بيغطي شويه ديفوهات. ماشي. طبعا نظلم الرفيعين كده، لازم تنصح الرفيعين. ما هو تخيل بقى ان الرفيعين الاوفر سايز بيتخانقوا شويه. مظبوط جدا. هو بيلعب على الناحيتين معانا كده، بقولك هو فادنا جدا مع الناحيتين فتمام قوي. طب يا ترى الاوتفيتس بقى بتاعتنا الحلقات اللي فاضله لنا جاهزه ولا ابدا اعلى ولا ايه؟ يعني ان شاء الله. هل نخمن ان ممكن يكون فيهم حاجه اوفر سايز؟ والله انا بفكر العب معاك في الاوفر سايز. استنوا مفاجاه من ريهام يا جماعه. لا هي دكتور ان انا خلاص لبست اوفر سايز. لا بس حقيقي كنتوا مريحين قوي في اللبس الحمد لله، ما تعبتش عشان الشيب بتاعت جسمكم الحمد لله مريحه قوي ما فيهاش دفعات كتير. عاملين دايت والله عشان البرنامج. مش متخيله قوي. كلها دكتور بتعمل معاك دايت فعلا دكتور. السعاده حقيقي. والله احنا اللي كنا سعداء بوجودك معانا يا ريهام. انا اللي سعيده معاكم جدا جدا وما حسيتش خالص ان انا ضيفه في حاجه خالص، حاسه ان القعده فريندلي قوي. شرفتينا وقعده معانا، نورتينا واستفدنا جدا بمعلوماتك. ميرسي يا دكتور. ولينا لقاء اخر زي ما اتفقنا ان شاء الله. سيزون 2 و3 وكل سيزون ان شاء الله. ان شاء الله دايما مع بعض ان شاء الله. للأسف وقتنا خلص النهاردة في ساعة سعادة، استنونا الأسبوع الجاي إن شاء الله وساعة جديدة في ساعة سعادة.